تحقق الشرطة في حادث انهيار رافعة برجية. الرافعات البرجية تستخدم في مواقع البناء لرفع المواد ونقلها من الأرض للطوابق تحت الإنشاء. الحادث وقع حوالي 9 من صباح اليوم الخميس، ويبدو أنه حتى الآن لا توجد إصابات، حيث تتواجد فرق الإطفاء والشرطة بالمكان في تقاطع شارعي داندس وريفر بقلب تورونتو. هذه المنطقة بها العديد من البنايات، وأمامها يقع مبنى من طابق واحد. شاءت عناية الله أن تقع الرافعة على بعد ربما متر واحد من زاوية هذا المبنى الذي كان يمكن أن يتم تدميره بالكامل إن وقع عليه هذا الجزء من الرافعة. جدير بالذكر أنه توجد محطة باصات زجاجية على زاوية هذا التقاطع لم تتأثر على الإطلاق بالرغم من وقوع الجزء المعدني على بعد أقل من مترين عنها. شاركوا هذا الفيديو، سجلوا إعجابكم واشتركوا في قناتنا My Second Home TV على هواء تورونتو وأخبار كندا. سجلوا إعجابكم واشتركوا في قناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد. على هواء تورونتو على هواء تورونتو على هواء تورونتو على هواء تورونتو.